تخيل عزيزي المشاهد، قبل أكثر من 7 سنوات من اليوم مشهور السوشيال ميديا فيحان تنبأ بقدوم كريم بنزيمة ليس إلى الدوري السعودي فقط، إنما إلى نادي الاتحاد تحديدا. قبل أكثر من 7 سنوات من اليوم، تخيل. سؤال بعض الأخوة الإعلاميين لما طرح مفاوضاتنا مع بنزيمة، بنزيمة تفاوضنا معه بشكل مبدئي في ساحة الحرم، إلى الآن في ترددات من اللاعب، هو يلعب في جدة ولا ما يلعب، من اختلافه كان بسيط بسبب أنه عامل الجو مؤثر عليه شوي، فمن الممكن أنه يمثل نادي الاتحاد، لكن الحين همنا الوحيد على مسعود أوزيل وبنزيمة ملحوق عليه، وبإذن الله أنا أوعد جمهور الاتحاد أي لاعب يبغون عالمي راح يجيب النادي الاتحاد. وشكرا لك على السؤال. هل أتى فيحان من الفضاء؟ هل أتى فيحان من المستقبل؟ كيف عرف؟ مشت معاه ضربة حظ ولا كيف؟ اكتبوا لي في التعليقات في أسفل الفيديو، ولا تنسوني من اللايك والفولو، ومبروك عليكم بنزيمة يا الاتحادية.